في طريق باب السلسلة يكمن التناقض. نساء أردن الصلاة فحشرنا خلف القضبان الحديدية. مستوطن اتخذ من الجندي سلاحا فأمن دخوله وخروجه للأقصى. وهذا الجندي اتخذ الدور الصحفي الذي يمنع من التصوير إلا من منطقة محددة. وبين هذا وذاك هناك حق ضائع، فقد منعت 45 سيدة من دخول المسجد الأقصى. أدرج ضابط الاحتلال أسماءهن في القائمة السوداء بحجة افتعالهن المشاكل دون وجود أي قرار رسمي بذلك. وهنا أيضا قد تأخذ نصيبك من الضرب أو الاعتقال أو الإهانة في ظل تساؤل المرابطات. وينكم؟